السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، وحشتوني جدا جدا. دي تاني حلقة كده يا جماعة على السريع، برضك حاجة ليها علاقة بالواتساب، حاجة لقيتها حلوة جدا وجميلة مش كلنا نعرفها، فحبيت اشرحها كده حلقة على السريع. يعني ايه الحاجة ديت؟ انت ازاي تحفظ اي ستاتيو من بتوع صحابك من غير اي برامج خالص، سواء مثلا فيديوهات او صور. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا دلوقتي لو جيت فتحت هنا الواتساب، تمام، وجيت مثلا جبت صورة زي دي كده، ماشي، دي صورة اهي موجود انا شفتها على الستاتيو بتاع واحد صاحبي، او جيت مثلا صورة تانية زي الصورة دي كده، تمام. طيب انا عايز الصورتين دول، او حتى لو فيديو يا جماعة، الكلام ده برضه كان طبق لو في فيديو مثلا. استنى كده، انا عايز مثلا اجيب لكم فيديو، ده مثلا فيديو اهو، ده مثلا فيديو كمان يا جماعه. يبقى انا كده شفت صور وشفت فيديوهات، تمام. طب الحاجات دي فرضا انا عايز احفظها عندي، عايز انزلها. طبعا في برامج بتنزل الكلام ده كله، بس شرح النهارده ان شاء الله ان هننزل الحاجات دي كلها من دون برامج. طب هتنزلها ازاي؟ سريعا كده يا جماعه، تخش على مدير الملفات، تمام، وتعمل اظهار للملفات المخفيه اللي عندك لو هي مخفيه. بمعنى ايه؟ تيجي مثلا كده، انا بالنسبه لي انا اضغط على ثلاث نقط ضمت هنا كده، واقول له هنا سيتنج، واقول له هنا بالنسبه لكلمه شو هيدن سيستم فايل اللي هو اظهر الملفات المخفيه، اعلم عليها اظهرها، تمام كده، يبقى هتظهر الملفات المخفيه بتاعتك. بعدين هتخش على الذاكره الداخليه بتاعت التليفون، عندك حاجه من اتنين، يا اما هتنزل تحت خالص هتلاقي عندك فولدر اسمه واتساب، تمام، يا اما مش هتلاقيه زي حالاتي كده. طب لو انت لقيته خليك معايا دلوقتي. طب انت لو ما لقيتوش تعمل ايه؟ هتخش على اندرويد، وبعد كلمه اندرويد دي هتخش على ميديا، تمام، وهتنزل تحت خالص كده هتلاقي فولدر هنا اهو اسمه واتساب، تمام كده، هتخش عليه. بعد كده هتخش على الواتساب هنا، بعد كده هتخش هنا على داتابيس، لا انا اسف، بعد كده هتخش هنا على ميديا، تمام، هتخش بعد كده على حاجه اسمها ستيتس، تمام، اللي قبلها دوت ديت هتخش عليها هنا كده. ناخد بالنا يا جماعه، ادي كل الصور وادي الفيديوهات، يعني ادي الصوره مثلا اللي شفتها من شويه، تمام، وادي الفيديو اللي كان موجود، تمام. كل الحاجات بقى اللي انت شفتها على الاستاتيو تقدر تاخدها من هنا. طبعا عايزها بقى تقدر تقول عليها كده وتقول له مثلا كوبي او موف يعني، وتنقلها عندك في الجاليري بتاعك، تمام. فبس يا جماعه عندك الشرح النهارده كده، انك ازاي تحفظ اي استاتيو بدون برامج. لو استفدت مني حاجه او كانت معلومه جديده بالنسبه لك، ما تبخلش عليها باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس، وبس كده يا شباب، يلا سلام.